الطريق الوطني 46 شريان رئيسي للاقتصاد، به حركية كبيرة للسلع والأشخاص، يتفق كل مستعمليه على أن شطره الرابط بين مدينتي بوسعادة والهامل يشكل رواقا لأخطار الحوادث واختناق حركة السير، مشكلة لم يعد حلها بعيدا مع تقدم أشغال مشروع ازدواجية الطريق الذي سيحل المشكلة نهائيا. هو حلم يعني سكان بوسعادة، وهذا لأهميته انطلقت أشغال فيه في جونفي 2024، ويكون إن شاء الله اللي عرف نسبة تقدم ما يفوق 30%، مش خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 إن شاء الله تنتهي به الأشغال. بالجوار كذلك مشروع لا يقل أهمية، طريق اجتنابي بطول 13 كيلومتر لم تحظى به مدينة بوسعادة حتى هذه المرة، رغم أن عبور الأعداد الهائلة من المركبات داخل المدينة ظل مصدر قلق للمرة وسكان بوسعادة على حد سواء. هو ثاني مشروع استراتيجي ومستراتيجي مهم، من هنا جويلي ان شاء الله يكون يعني نفتحوه يعني للمواطنين. ثاني هو الشيء اللي عطل المشروع الجليسير، ما نجموش نفتحوا احنا الدوبلوفا نتاعو، يلزمنا نديروا الجليسير، وبقى لنا ترونسون تاع 7 كيلومتر من هنا اسبوع تنطلق فيه الاشغال. ثمرة هذين المشروعين تبدو واضحة لدى المواطن حتى قبل اكتمالها. وما بين كي نجي منا عندك تضييع تاع الوقت بزاف، وبربي ان شاء الله كي يخلصوها هكذا طريق ازدواجي باذن الله بربي ان شاء الله تكون مليحه بزاف. الكومبرومون لي زاكسيدون لي كوت مو منا ملي كوتي ما كانش، راك فاهمني، وطريق ضيقه راك فاهمني، وان شاء الله ربي كي يدير الطروت ينقصوا الناس تمشي اليزو. هي فتحوا الطريق الاجتنابي هذه تولي رحمه ربي، تعود ما كانش سيركلاسيون في البلاد. العوض اللي كنا نديرو قال من طريق بسكره طريق الجزائر نص ساعه دير 10 دقائق. وحتى تسمى حركية المرور بالإنسيابية في قلب مدينة سياحية استوجب أن توفر الأفضل لزوارها، مشروع آخر لنفق أرضي سيقضي على نقطة سوداء في زحمة السير. والأكيد أن استلام المشاريع الثلاثة معا سيحدث طفرة إيجابية في شبكة الطرقات بالمنطقة وببعد وطني.